زائر الليل الغريب. جاءنا هذا القط مساء ووقف عند باب البيت لمدة طويلة يحاول الدخول للبيت. الغريب هذا القط شكله ونوعيته، لا أعلم بالحقيقة ما هو نوع هذا القط الغريب، ولكنه قط بالظاهر عليه قط نادر، أو ربما هذا القط هرب من أحد الجيران. بحثت عند البيوت المجاورة لأسأل هل هناك قط ضائع؟ أجابوني بأنهم لم يفقدوا أي قط، وبالتالي لا أعرف كيف أتصرف مع هذا القط الغريب. أطعمته لكن لم أدخله للبيت حتى الآن، ولكن المفاجأة أنه مصر على الوقوف عند باب البيت. سأنتظر حتى الصباح لأرى هل سيذهب هذا القط بعيدا أم سيستمر بالوقوف أو النوم عند الباب. حالة مثيرة للاهتمام حقيقة لهذا القط الغريب، وواضح أنه قط أليف وجميل.